تتواصل فعاليات اليوم الثالث والأخير لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018، ويشهد المعرض إقبالاً مكثفاً للمشاهدين والمهتمين بالصناعات العسكرية والشركات من مختلف دول العالم. وتوافد الآلاف من الزوار على أجنحة وصالات المعرض التي تضم معروضات ومنتجات دفاعية لنحو 376 شركة تمثل أكثر من 41 دولة حول العالم. ويعد معرض إيدكس 2018 من أهم المعارض على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث يمثل ملتقاً لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم. لليوم الثاني على التوالي استمر توافد الزائرين لمعرض إيدكس 2018 الخاص بالصناعات العسكرية، والذي تنظمه مصر لأول مرة بمشاركة العديد من الشركات العالمية ووزارات الدفاع من مختلف دول العالم. احنا على طول متواجدين في المعارض العالمية، ونقدر نقول ان دي ما عدا اول دورة، لا احنا في مكان متميز جدا بين الدول الموجودة. معظم الشركات الانتاج العالمية موجودة هنا في مصر ممثلة في المعرض، الشركات المحلية برضو كذلك، فاعتقد ما فيش حد بره متواجد ده، ودي فرصه طبعا للصفقات انها تتم بين الشركات وما بين الحكومه وما بين القوات المسلحه. شهد المعرض انواع مختلفه من الاسلحه المعروضه والتي تمثل احدث تقنيات في المجال العسكري العالمي. We see IDEX very well. We see as a opportunity, a window, not only for Egypt. هذا المعرض فرصة جيدة للتعاون ونافذة لزيادة التعاون مع الدول الإفريقية والعربية. نحن نقدم الطائرات بدون طيار وبها أحدث وسائل التكنولوجيا ومتعددة الاستخدامات. نحن شركة تعمل في المجال العسكري منذ 50 عاما، ونحن سعداء بأن نكون مشاركين بأول معرض في مصر، خاصة في ظل العلاقات القديمة بيننا وبين الجيش المصري. لذا نعرض أحدث صناعاتنا العسكرية، لأننا نرى أن السوق المصري والعربي ينمو بسرعة. على هامش المعرض تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين عدد من الشركات، منها الهيئة العربية للتصنيع، والتي وقعت بروتوكول تعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير في مجال البحوث والتصميمات والتطوير للأنظمة الدفاعية المختلفة. أنواع مختلفة من الأسلحة يحويها المعرض تعبر عن مدى التطور التكنولوجي في المجالات العسكرية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وتؤكد مدى أهمية المعرض بالنسبة للشركات المصنعة للأسلحة على مستوى العالم. من معرض إيدكس، منذر أبو دوح، النيل.